تقول سماحة الشيخ فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر. عليها أن تعيد الطواف، عليها أن تعيد الطواف، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة، لأن دم فساد بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت. إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟ نعم. ما يلزمها دم؟ لا، إذا كان ما جاءها زوج، ما عندها زوج. نعم. إن كان عندها زوج عليها دم، لم يحد المهام كيال الفقراء وتكمل عمرة ثم تعيد تقضيها أيضا من الميقات مرة أخرى، تحمل الميقات الذي أحرمت من الأولى، فعليها تمام هذه طواف وسعي وتقصير وذبيحة ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة بذلك.